تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني أول الملفات لحكومة حمدوك التي أعلنت حزمة جهود لمعالجة الأزمات الاقتصادية بالتركيز على وقف تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وتجاوز ملف ديون السودان الخارجية. المزيد في التقرير التالي. تشكل الأزمة الاقتصادية الحالية أحد أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة الانتقالية الجديدة، فالمشكلة متشعبة ومرتبطة ببعضها البعض على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة فيما يتعلق بالديون الخارجية للسودان واستقطاب الدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يمر مسار إلغاء الديون الخارجية التي تجاوزت 55 مليار دولار بمحطة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كأحد الشروط التي وضعتها دول نادي باريس للدائنين لإعفاء ديون السودان الخارجية. النظام السابق حاول الاستفادة من قرار نادي باريس بإعفاء ديون الدول الأكثر فقراً، حيث استجاب لشروط البنك الدولي الخاصة بإجراءات إصلاحات اقتصادية داخلية محددة، لكن جهود الحكومة السابقة اصطدمت بعقبة وجود اسم السودان في القائمة السوداء للإرهاب. تعقيدات الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد مرتبطة بملف الديون الخارجية، فإزالة اسم السودان من القائمة السوداء للإرهاب سيمكن الخرطوم من الاستفادة من قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب المنح والدعومات التي تقدمها المؤسسات الإقليمية الأخرى لمشاريع التنمية المختلفة في البلاد. يوسف مكي، الخرطوم، لقناة طيبة الفضائية.